أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. شكرا. اللقاء الفني النهارده مع ابداعات عمنا واستاذنا عمر البنا. عمر البنا ده له تاثير كبير على فن الغناء في السودان، وله تاثير كبير على كرومه بالذات، واذا كان العبادي له تاثير على الحاج سرور كشاعر، عمر البنا تأثيره كشاعر وملحن، وهو ملحن عبقري جد، والناس بيسمعوا غناه لكن في حاجات ما اكتشفوها. خلي بالكم الغنى ده القديم كله بيتغنى الناس فيه شطرة شطرة، قوموا خلوا الضيق في الجناين، شوفوا عز الصيد في العساين، مثلا يا البيمة حلق وافتخر بنت المحاسن سيدة، يوم ما أشوفك بعيد والدنيا تبقى معيدة. يقول الشطرة شطرة. عمر البنا عمل له حاجة غريبة جدا، يغني شطرة ونص وبعدين شطرة ونص وبعدين شطرة ونص وبعدين يكفي بنص شطرة. أقول ليكم أرجوك يا بلبل حين تغف الراجي غريد واذكر، ده نص، نم عيني الناجي هجران الطال وبكاي وحناني في الليل الهاجة، أسواق الزايدة بتحتاج لمراجع، عسى يرحم حبي عقله يراجع بعين الرحمة. بيت ونص بيت انت تفتكر جات بالصدفه؟ لا ما صدفه. شوف، جنني وحبه ضيع عمري من شفته صحايا وخمري من وصله طبي وسمريري من بعده. سمعنا الاهيف ابا ميريم، يلا. We'll be right back.
أغاني وأغاني برعاية زين. موزج رائع. لميس انت ما غنيت ليه؟ انت مجاهد غني؟ ها؟ طيب خلاص هنخلي فضل ده يغني لك. غني لي، انا صادق في حبك للميس دي، لان انت جاي تغني لكن قمت مكرت علي. ما عملت مروة ولا ايه؟ انا صادق في حبك لو قلبي يتصل بيك اول عايز مقصودي. حبك لو قلبي تصل بي قلبك هذا مقصودي. الشباب في عصرك جملة معترفين في جمالك وأصلك يا المهدل يا المهدل يا المهفف في صراك الكواكب والحوت قاصرين عن أصلك كيف أنا وجودي. أنا صادق في حبك لو أنا أقصد ودك وانت تحرمني النظر لخدك يا زايا. دي مبازل وأيام مهدك انت أمري ودي. أنا صارت في حبك لو قلبي تصل بقلبك هذا مقصودي. أنا صادق في حبك لو قلبي تصل بقلبك هذا مقصودي. أنا صادق في حبك وقلبي تصل بقلبك هذا مقصودي. أيوه فضل. الأستاذ صلاح أحمد محمد صالح صاحب فضل على هذا اللون من الغناء، هو اللي أبعثه من جديد في الخمسينات. يحييكم جميعا، مبسوط جدا لما قرأ إن نحن نقدم نماذج من غناء الحقيبة. وبعدين كانوا عنده معي قصة طريفة جدا، ضرب لي تلفون بالليل جدا، قال لي يا أحمد ولدي ده عامل حاجة عجيبة. قلت له عمل إيه؟ قال لي رسل لي سي دي من أمريكا فيه أغنية بيفتكر إنها دي أغنية عجيبة جدا. قال لي له ما دورتها لقيتها يا حبيبي جفيت، معجب بيها جدا. الشباب في أمريكا سمعوها بيفتكروا إنه ده لحن سوداني عجيب جدا. سميرة حسمعنا من هذا اللحن العجيب نموذج. يا حبيبي كفيت لو صالح حبيبي كفيت لو صالح وداني.
الليل لو كان وفي نطف خيالا يختفي غيرالا حبيبي الليل لو صالح ويدهدي نفي أغاني وأغاني برعاية زين الحان أستاذنا عمر البنا هجد الأنام وأنا وحدي مساهر الحب الطاهر مع حسين شندي أجد الأنام وأنا وحدي مساهر يحول على جسمي يا حبايب ظاهر يا زمامي أنا حب الطائر أجد الأنام وأنا وحدي مساهر يحول على جسمي Thank you.
اذكر غالي الله عليك يا حسين الله عليك. اه ياسر الاخده طلعك في الشدرة فوق قال بينزلك شنو هسه ثاني هتغني شنو؟ اشوف في حسن شنو عندنا شنو؟ حسن حسن حسين اكثر من كده يلا محبوب في حسن فريد يا العاصر غضبي وحزوزي
حاك نويحي حبوبي وفي عصر بني في الحزن وحبوبي في عصر فريد وانا في حبي وعلي فريد حاك نويحي قلبنا نويحي حاك نويحي قلبنا الله عليكم الله عليك يا ياسر. عمنا عمر ده لحن لأبو صلاح غنوة حفلة، يعني تولع حريقة في الحفلة. جمال فرفور دلوقتي حيولع بيها حريقة في الاستوديو. حن يا قمر حن. Yeah.
عليكم جميعا. شكرا للفرقة الموسيقية، الأستاذ محمدي، الأستاذ إسماعيل، الأستاذ الطيب، أخونا عوض أحمودي، سعيد الماحي، سعيد الطيب الماحي، أبوس كان صاحبي عشان كده أنا أذكره قبله. شكرا لكم جميعا، شكرا للشباب، شكرا لهذه الروائع اللي أخذناها من أستاذنا وعمنا عمر البنا. باقة من ذلك البستان اليانع، إلى اللقاء. أيوة. We'll be right back.